هنروح للسكواش وهنتكلم، لان ده برضو خبر محترم جدا وكالعاده هو خبر خاص باللعيبه المصريين. رابطه الالعاب المحترفين للسكواش اعلنت التصنيف هنا العالمي الجديد للاعبين خلال بقى شهر ديسمبر الجاري، وخلينا نقول البطل المصري برضو علي فرج واصل سيطرته على التصنيف العالمي. وعلي فرج بقى هقف عنده شويه، اولا علي عنده 31 سنه، ومش بس هو ناجح على مستوى السكواش يا كريم، ده هو كمان ناجح على المستوى العلمي. علي خريج جامعه هارفارد، هارفارد يعني هي مش واحده من التوب، هي التوب في العالم، هي التوب والاصعب في العالم. فخريجي هارفارد دول بيبقوا في العالم في الكوكب مصنفين ناس لوحدها. فبجد شخصيه او لاعب بجد حاجة أو نموذج رائع ومحترم. أنت بتتكلم بطل رياضي وفي نفس الوقت على مستوى التعليم ناجح جدا. فأنا بشوف كده، بشوف دايما الشخص الناجح لازم يكون ناجح في كل حاجة، يعني في كل الجوانب. كمان التصنيف خليني أقول لحضراتكم، شاهد برضو استمرار مصطفى عسل، طبعا لاعب محترم وكبير جدا، مش سنا كبير قدرا لأنه سنه صغير 22 سنة، لاعب النادي الأهلي برضو في المركز الرابع، وجي كريم عبد الجواد في المركز السادس. كريم كان طبعا احنا اتكلمنا قبل كده أصيب مؤخرا وتم استبعاده من المشاركة في بطولة العالم، وبعد كده جه مازن هشام كمان في المركز السابع، وفي المركز التاسع كان طارق مؤمن. يعني احنا عارفين كده كده ان المنتخب الوطني للسكواش تحت قيادة طبعا او القيادة الفنية المحترمة هشام العطار يعني بيقدم اداء محترم وبيحافظ على المستوى اللي هو فيه، وهيخوض كمان منافسات بطولة العالم للمنتخبات اللي هتستضيفها نيوزيلند هنا، واللي انطلقت تحديدا بالامس لغاية هيبقى يوم 17 ديسمبر. فيعني بالتوفيق، وكده كده منتخبنا اصلا هو حامل اللقب في اخر نسخة، ففعلا في هيمنة عالمية للسكواش المصري تحديدا، او يعني لاعبتنا المصريين. وبرده ده انديكيشن او يعني ده مؤشر جيد ان انت لما هتتكلم ان هي هتبقى لعبه اولمبيه ان انت ممكن تعمل برده انجاز يا كريم، رغم ان برده بعض اللعيبه، ودي نقطه مهمه، بعض اللعيبه اللي عندك دلوقتي ناجحه قوي سنها من 30 ل 36، فهي ممكن يكون ده شويه في يعني لو يقول لك طب ما خلاص وكمان اربع سنين اللعيبه اللي هي التوب بتوعك دول على العالم مش هيبقوا موجودين، بس لسه برضو عندك مصطفى عسل وعندك كذا لاعب تاني صغيرين في السن عندهم فرصه اكتر. بس انا كان نفسي الموضوع ده يتم من بدري، لان فعلا اللعيبه الموجوده دلوقتي لو كانت شاركت 100% مصر كانت هتبقى في حته تانيه، والميداليات الذهبيه كانت هتبقى وقتها مضمونه في السكواش يعني.